الصباح الجميل الطيور تغرغر. أصبحنا وأصبح الملك لله، والله يصبحكم كل خير. يا حلو هالبرادي والله، اليوم ما يخلي مشغال بهالمزرعة. اي والله نبي نزين الفنجال كاسة الشاي، نبي نضبط فطورنا، عاد نبي نبدأ بالشغل إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، حلو هالجلسة. اي والله ما شاء الله. هذا اللي قالوا لك ما حط سلفاعي، هذا هو حلو ريح الهيل هالصبح. السلام يا حلو حس هالطيور. جاء وقت الفطور، ما شاء الله تبارك الله، هذه لوحة فنية. اي والله. يلا نبي نقول بسم الله. يا سلام يا سلام. اي والله لا لا عز الله افطرنا. لا بعد على هم طحن. يا لطيف يا لطيف ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هي مضبوط مضبوط. يلا حطوا بالجيب، حطوا سيارة. عشت عشت يا محمد عشت. اي هذا النخل ما شاء الله تبارك الله. ابو بدر عنده 3 نخلات وبلشنا بلاش عليهن. شفت تمرتي؟ شفت تمرتي؟ شوف التمر بها يا محمد. تعال القط النخل. الله لا يبارك بك. القط التمر. القط التمر. امشي ما شاء الله. شوف هذا تمر اسود لقطه كله. انا جمشته بس عاد على الله. والله أبي أنزله ولي بهبة. مساكم الله بالخير. هذا عقب فطور اليوم صايرت تغيرات. أفطرنا وقيلنا الظهر يا ولدي. مر جايين هالعمال حفرين هالشارع، والسعودية فايزة على الصين، اللهم لك الحمد. وش السالفة يا رجل؟ هذا بس ما نعود هالفطور هذا بالجو. شوف متى جو هذولا. لا إله إلا الله. كم لبثنا حنا؟ هو يوم ولا يوم؟ يا ربي يا سترك. ما نعود هالفطور بنو بنو بنو. بسم الله.
فنجالها ايش ذا فنجالها يشد اخضاب الماء مو الخداج فنجالها براسلك يا رجال احنا قبلنا بطناج بس دقيقه دي خلي يروح احنا قبلنا بطناج بس خلينا نروح البطناج ما عاد اقدر اهري هلا ابو الياف سعد مساكي والله ترشف من همرقة اي والله حبيبي اعمل لي فايدة سوي لي خلطتك اللي انت تسويها بهين انها حلوة وش هي فايدة حمام حمام طال عمرك اي ما شاء الله ما شاء الله حط بها مدحرج حطيت مدحرج حطيت فيه ونعم يا سلام عليك يا سلام ايش تبي اليوم غير شكل اليوم غير شكل لا ترشفها بس امن بالله اشتغلت هالغيرة ها غير وشه غيرة نخلي ونخلك ها والله فعلتها هالسنة ما أطقع والله أنا وياك شوف اسمع أنا وياك هالسنة والله العظيم مثل الجرة لا بس انت ناح على هان نخل ولا بن على شيء زين أنا ما شاء الله ايش رايك يا سلطان ما شاء الله ها سلطان مساك الله بالخير لا تغشش ويا رجل لا تغشش هو اللي علمني لا تغشش ويا رجل اليوم هو يعطيني الدرس أنا اللي كم يوم انا ساعدت ما بعلمه ابي يبلش ابو يا رجل حتى البصم اطلع برا يا ربنا كبروا بصمك ما شاء الله عليك والله عز الله صفيته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعافيكم الله يعافيكم اي تثروه ان بيهن طال عمرك لانك ما تذوقها شوف كم تبيعون يا ابو عبد الله كيلو وين هذول ما يطلع ولا واحد منهم ايوه هذول ايه ولا يطلع ولا واحد اللي يكشف معنا يا كلمه اي هي هذول ما يكشف ما يذوق هذا نبيهم بالفياض طال عمرك اي هي بس ما تكشت انت لا انت مين شريت هالجي وما كشت لا نبي نكشت انت شفت يا بالفياض ها ها يا بالفياض طلع بالفياض خير والله اسمع شكلها التمره تصير بها علم يصير بها هوش اي ها طال عمرك سلمك الله يا جيت ولا الفياض زين اللي يمرني طال عمرك سلمك الله نعطيه منهن اللي يركبني معه اي من هذولي طيب واللي قال لك اني بتحرك انت وياه ومنه عندي الخلاتي وزين تمري ولا لا 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 تقوم روحه مغبرات لا 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 لا, لا. والله ما مثلهن وراح اتحداكم انتم تمركم هذا خذ العلم مني احفظ المقطع هذا احفظه اوريك يا امجرش غير تلقاه يحاول يشوف البلحلي كلمه سيرك عرب تلقاه عندهم لقوا اذنه ب 30 ريال وب 25 ويقعد عند العرب شهر وشهرين قبل شوي ما في يوم المهوس بلح يوم تسير على العرب تلقى جلاكسي تلقى بسبوسه تلقى كوكشي هواوي تلقى مسوي لهم حل هالعرب انقطعنا من هذا وكلهم يوالي لك شهر وعلي وحنا تقول شفطنا بنزين من البلح